نيجي بقى لموضوع الطائر الجزار، هو ليه متسمي بالاسم ده؟ ده بسبب طريقته في اصطياد الفريسة، عنده سلوك مختلف في الصيد، بيلقط فريسته برجله ومنقاره، وده بعد ما بيدور على أثرها وبيراقبها وبيتابع الفريسة بنظره، وبيفضل لفترات طويلة من غير ما يلفت انتباهها، وبعد كده بينقض على الفريسة في الهواء بسرعة كبيرة ويقتلها، بيعلق الفريسة على الشجرة ويفضل يقطع فيها زي الجزار بالظبط، وممكن يسيبها متعلقة في الشجرة ويرجع لها في اليوم التالي، وممكن يكمل قتل الفريسة على الأرض خصوصا لو أتقل منه. وبيقال إن طيور السرد ممكن تتاكل من الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة، ولما بتحس بالخطر بتصدر صرخات تحذيرية لمجموعتها علشان تنبههم من حدوث خطر قادم.